يلا بينا. صح الصبح بقول يا فتاح العليم رزاق كريم يا رب، اول ما بفتح عيني بمسك التليفون، ده طبيعي عندي يعني، قبل ما حتى بشرب بق ميه بمسك التليفون، فلقيت اخبار بقى يا جدعان، ده محمد صلاح مسح ان هو لعيب في منتخب مصر من عنده من على تويتر. قلت ايه ده، في ايه يعني، وايه اللي حصل لصلاح؟ صلاح ماله يعني، مش فاهم. المهم هو اصلا الموضوع شخصي يعني، انا مالك، انت مالك يا عم، ما ان شاء الله حتى اكتب تاجر بانجو عندي على تويتر، انت هتشغلني في، انت مالك. المهم قلت ايه برضو، احنا لازم نغلط ابو صلاح، ما هو ده شال اسم مصر يعني، الراجل المفروض يبقى بيفتخر ببلده، فشال ان هو لاعب في منتخب مصر وهو اصلا في مشاكل بينه وبين مصر يعني، الموضوع في حاجه كبيره حصلت. فالمهم حاولت ان انا ادور في الموضوع، لقيت برضو ان نفس الناس كاتبه ان هو عمل كده بناء على تصرفات صدرت من اتحاد الكره المصري، يعني الاتحاد الكره عندنا بسم الله ما شاء الله ما اداش صوته لمحمد صلاح في الاستفتاء بتاع احسن لاعب في العالم. يعني انا مش فاهم، يعني لو انا مثلا متخانق مع امي او في تاتش بيني وبين امي، تروح تصوت لابن خالتي مثلا، تدي صوتها لابن خالتي على حسابي؟ يعني يروحوا يدوا صوتهم لساديو ماني على حساب محمد صلاح؟ طب ما هو بسبب ان هو ما خدش اصوات من مصر، او انت عندك المفروض بتاخد 16 بونت من مصر، خد بونت واحد. ده انا المفروض اروح اشطب الجنسيه المصريه، ابقى مزدوج الجنسيه، ده انا اروح، ده انا ابقى عميل في الموساد على الحوار اللي حصل ده. يعني انا كنت مغلط محمد صلاح، وبعد كده قلت ده الراجل ده كويس ان هو اصلا لسه لحد دلوقتي ثابت على الجنسيه المصريه ما غيرهاش. ده اسرائيل واخد منها 8 بونت، واحنا عندنا هنا في مصر واخد بونت. انتوا كفره يا جدعان، يعني انا عايز افهم هو اتحاد الكوره عندنا ماشي ازاي، يعني ماشي بالعباطه وخلاص، يعني انا مش فاهم. في حاجه بقى تانية، الممثل بتاع مصر اللي هو المفروض حاضر الحفله صوت لمحمد صلاح خلال رابع وساديو ماني قبله، يعني انا مش فاهم. ولما تيجي تتكلم معاه بيقول لك هو مش عشان خاطر هو مصري فانا هدي صوتي لواحد مصري وخلاص. انا شايف ان ساديو ماني وصل لنهائي افريقيا، ومش عارف كان واخد هداف مش عارف ايه، وجايب مش عارف ايه، الكلام ده ماشي، الكلام ده اللي هو بينفس امك، فانت تروح بتصوت بقى بناء على تعليمات امك اللي هي قايلها لك. انت احنا مصر مش بعتك علشان خاطر انت بقى الجليل العليم اللي فينا، اللي مصر بعتك عشان تستشهد بصوت امك انت لوحدك، انت رايح تصوت باسم مصر، احنا مالنا بامك؟ انت مثلا امك دلوقتي هل جت مثلا فطرتك الصبح قبل ما تنزل قالت لك يا ابني اختار ساديو ماني على محمد صلاح؟ ما هو انت مال امك؟ ما هو انت في الاول وفي الاخر بتمثل بلد، ما انتكش رايح مثلا بتمثل شخصك، ما انتكش مارادونا مثلا ولا انت بيل جيتس بعتينك، ده انت حته حمار مالكش اي 30 لازمه. ما هو برضو الحاجات لازم تبقى بالعقل، البلد بعتك يا عم مشي للصالح العام، انت عندك واحد ادعمه يا عم، عندك لعيب مصري ادعمه. انت فين وفين اصلا لما بيبقى عندك لعيب مصري بيوصل للمستويات دي؟ ده اذا اصلا كان فيه اصلا قبل كده، ده هو اول لعيب مصري يبقى السنه اللي فاتت احسن ثالث من احسن ثلاث لعيبه في العالم، والسنه دي من احسن اربعه، وكان هيبقى احسنهم لولا ان انت رحت اديت صوتك لساديو ماني. ما هو انا مش فاهم، هو ساديو ماني ده مثلا كان بياكل امك بط يعني؟ محمد صلاح كان بيفطر امك فول وطعميه، فانت رحت اللي بيفطر امك بط على اللي بيفطرها فول وطعميه؟ ما هو برضه بالعقل، البلد بقت في حاجه غريبه ماشيه بقفاها. انا اقسم بالله الموضوع ده لو حصل معايا لاجا اكل امك خرك لاب على اللي انا بشوفه، وفي الاخر طلعت ناس بتزايد على محمد صلاح وتقول لك اصل البلد عملت لك كتير. البلد عملت له، كان بيلعب في المقاولين العرب، هو كان بيلعب في ريال مدريد في مصر يعني، كان بيلعب في المقاولين وراح عرض نفسه على الزمالك مرضيش، ادي البلد عملت له ايه بقى البلد؟ انا عايز افهم، هو كفايه ان هو اسمه محمد صلاح الجنسيه مصري مولود في مصر بس، بقى البلد عملت له ايه مثلا؟ ولا اي حاجه، دخلته دوري الدبسي للمدارس؟ طب ما هو الراجل كان بيلعب، واصلا دوري الدبسي للمدارس ما كانتش مثلا فكره مصريه، عملوا له ايه؟ ده عمالين بيقطموا فيه من ساعه ما الراجل سافر، وكل شويه كتفه وعيوطه ومش عارف ايه، وانت ساديو ماني احسن منك وانت ما بتبصش لساديو ماني، وساديو ماني اصلا ما هو نفس الكلام، السنه اللي فاتت طلع من رجله خمس كور اللي محمد صلاح طول السيزون كله، وفي الاخر يجي بقى ايه؟ البلد بقى عندنا شيزوفرينيا في الناس، ما تبقاش فاهم. لو اتكلمت حلو على محمد صلاح يقول لك ايه يا عم ده انت هتطبل هتمشي مع الزيطه، اصل انت بتشجع ليفربول اول ما محمد صلاح راح. فيه يا جدعان؟ ما هو مش كده، ما هو الراجل مصري زيه زينا يعني، انت المفروض بتدعمه حتى لو وحش
يعني انت مثلا لو في مسابقه في الفصل بتاعك وانت في ابتدائي، امك هتروح تشجع اللي بينافسك عشان انت مزعلها؟ ما هتشجعك يا عم برضه، اقف جنب ابنك وخليه يوصل لاعلى مستويات. انتوا فين وفين لما بيبقى عندكم لعيب كده؟ ولا بيبقى اصلا عندك حد مشرفك كده؟ اعزائي الساده المشاهدين، هي دي مصر. وفي الاخر يقول لك اصل احنا ماشيين بمصداقيه. طب ما كل حاجه ماشيه بالكوسه وبالتطبيل واللي مش عارف ايه، والدنيا حلوه يعني بينا وبين بعضينا. جت على ده خلاص، جيت عند ده والدنيا لازم تمشيها بالقله والقيله والقانون. اعزائي الساده المشاهدين، هي دي مصر عادي يعني. اعزائي الساده المشاهدين، تاني انا قلتها كتير، سلام عليكم. وكالعادة نسيت، أعزائي السادة المشاهدين، اللي لسه ما عملش سبسكرايب للقناة ينزل يعمل، أنت مش فاتحين طابونة، واللي لسه ما عملش لايك للفيديو برضه يتفضل ينزل يعمل، إحنا مش فاتحين فرن بلدي. أعزائي السادة المشاهدين، سلام عليكم.